اليوم كضحك على كورونا ما مسوقش. غدا يقولوا لك باباك مريض يقدر يموت، ولا يقولوا لك الوالده الله يحفظها السلامه، ولا خالتك ولا جداتك ولا ولدك تلقى صعوبات باش تداويهم وما تلقاش لهم بلاصه في السبيطار. واش غادي تبقى تضحك ديك الساعات؟ ما تلقاش اللي يضحك معاك. فيق فيق قبل ما تفرق. فيق الموضوع خطير بزاف وماشي ديال اللعب. نبقاو في الدار الخوت حتى كورونا تفوت. نبقاو في الدار الخوت حتى كورونا تفوت. ندخلوا للجورنال الخوت حتى كورونا تفوت. الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروجة مشيدة. صدق الله العظيم. وهذه آية في سورة النساء، وإحنا عارفينها ومآمنين بقضاء الله وقدره بأنه الموت حتمي للجميع. ولكن أمي نعيمة، والمغاربة اللي كيقولوا بأنه كل شيء بيد الله، راه كل شيء بيد الله، ولكن الله سبحانه وتعالى كيقول لك تحضي راسك. راه في سورة البقرة كيقولوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الناس يحضيو راسهم، راه انت الا كنتي ما مهتمش راه ناس واحد اخرين تقدر تعاديهم. الناس اللي كيقولك حنا كنصليو خمسة المرات كنتوضاو خمسة، انت راه خصك تغسلي يديك 100 مره في النار ويا ربي ما توصلك حتى شي حاجه. راه الحاله خطيره، الوضعيه ما كتستحملش هذا الاستهتار. ما تبقاوش تلصقوا في الدين حوايج اللي هما بعاد عليه. الله سبحانه وتعالى دائما كيقول لك بان الانسان خاصو يحضي راسو. خاصكم تحضيو راسكم. راه عمر بن الخطاب كان داخل واحد المدينه قال ليه بانها فيها الطاعون، هو يقول لهم غادي نخرجوا منا. قالوا له هل تهربوا يا عمر من قضاء الله؟ قال لهم نهرب من قضاء الله.